وعلى كل جهة حكومية استخدام هذه المؤشرات لمقياس التحول داخل الجهة كل 6 أشهر، وإرسال وتضمين نتائج هذا القياس في التقرير السنوي، وإرسال نسخة للبرنامج، وعلى البرنامج أن يرفع تقرير سنوي للمقام السامي بهذه النتائج بنتائج التحول. فإحنا قياس التحول عندنا 3 مراحل فيه: تحول على مستوى الجهة، تحول على مستوى الوطن، وتحول على مستوى العالم. إحنا نقيس داخل الجهة، ونقيس للمملكة، ونقيس للعالم. في داخل الجهة اللي هي تطبيق قواعد التعاملات الإلكترونية الحكومية، في الدولة زي ما قلنا أنشأنا منهجية للقياس وحنتكلم عليها اليوم. على مستوى العالم احنا في مقياس عالمي في الأمم المتحدة اسمه UN PAN Index، يقيسونا كل سنتين، وهنعطيكم فكرة عن نتائج القياس. القنوات الإلكترونية اللي احنا نحاول نستخدمها ان شاء الله في تقديم الخدمات اللي هي الويب، SMS، نظام الرد التفاعلي IVR، مركز الاتصال الكونتاكت سنتر برضو، الموبايلز اللي هو الموبايل جوفرمنت، اجهزه الخدمات الذاتيه الكايوكس، ومراكز الخدمات العامه. اللي متوفر حاليا اللي هو الويب والSMS. يمكن كلنا سمعنا عن خدمه اشعار من وزاره الداخليه، ترسل رساله وتجيك معلومات، وانت رسالها 4 ريال وريال ونص ممكن تحصل على خدمات كثيره. يسرك ومكن وكم محفز. احنا عندنا خدمات، احنا عملاءنا هم الجهات الحكوميه، عملاءنا ليسوا المستفيدين من الخدمات الالكترونيه، عملاءنا هم مقدمي الخدمات الحكوميه. فبرنامج يسر عنده مجموعه من الخدمات يقدمها للجهات الحكوميه. بستعرض بس الخدمات على عجاله: الوصول لسجلات البيانات المشتركه من خلال تكامل GSP اللي هو شبك الجهه، هذا خدمة الخدمات اللي نقدمها. الارتباط الإلكتروني بين الجهات الحكومية عبر الشبكة الحكومية الآمنة، زي ما قلنا هذه خدمة احنا نقدمها برضو من الخدمات المقدمة من غير أي تكلفة على الجهة. تسهيل تمويل المشاريع، احنا نمول المشاريع. النفاذ الإلكتروني الموحد، احنا نحاول يكون في نفاذ إلكتروني موحد للمواطن، يعني المواطن عشان يحصل على خدمات الدولة ما يحتاج يسجل في كل موقع لجهة تقدم عليها الدولة، ويكون عنده يوزر نيم وباسورد لكل جهة، يكون عنده يوزر نيم وباسورد واحد لنفاذ جميع الخدمات اللي موجودة. نقدم خدمات استشارية، عندنا إدارة اسمها يسر كونسلتنج جروب، مجموعة يسر الاستشارية، نقدم خدمات استشارية للجهات الحكومية وهنتكلم عليها إن شاء الله. قياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومة الإلكترونية وهنتكلم عنه إن شاء الله. فحص وتقديم البوابات والخدمات الإلكترونية، هذه خدمة نقدمها للجهات الحكومية، نفحص ونعاين بوابات الجهات الحكومية بما يتناسب مع المعايير الدولية، ونقدم تقارير للجهات الحكومية لتطوير هذه البوابات. خدمة بناء القدرات والمهارات، نتكلم إن شاء الله عن الموضوع هذا، ولكن عندنا برنامج لبناء القدرات. نوفر مدراء مشاريع التعاملات بين الحكومية والجهات الحكومية. كثير من الجهات الحكومية زي ما احنا عارفين اليوم عندنا نقص حاد في الكوادر البشرية المؤهلة، سواء كان تقنيا أو في إدارة المشاريع، وإن وجدت تكون جدا غالية لأن الطلب عليها عالي في السوق. فعشان تنجح المشاريع لازم يكون في مدراء مشاريع متمكنين، فإحنا نوظف مدراء مشاريع ونعينها داخل الجهات الحكومية لإدارة المشاريع. خدمة إثراء المناسبات والفعاليات والمشاركة والترشيح، طبعاً أي فعاليات تصير موجودة عندنا ممكن إحنا نشارك زي موجود اليوم في الجامعة. المشاركة في عضوية لجان التعاملات الإلكترونية الحكومية، من المهم إنه البرنامج يكون عضو فعال في اللجنات داخل الجهة لتوجيه اللجنة بالشكل الصحيح للهدف الصحيح اللي إحنا نتمناه. خدمة التواصل عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والإيميل، نشر الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية. بناء القدرات والمهارات على السريع، وزارة المالية مشكورة، وحكومة المملكة العربية السعودية مشكورة، اعتمدت تدريب 90,000 موظف حكومي كمرحلة أولى لأساسيات التعاملات الإلكترونية الحكومية وأساسيات الحاسب الآلي.
بدينا ب3000 كمشروع استطلاعي وكان ناجح جدا. الآن عندنا 7000، ما يقارب 7000 شخص ندربهم، وفي الطريق ما يقارب 20000 إن شاء الله إحنا بتطويرهم، وكل هذا تدريب مجاني إضافة إلى الشخص اللي يحضر التدريب بما لا يقل عن 85% من عدد الحصص يحصل على نقاط في الترقية. فهذا كمان شيء طيب من الدولة قدمته. تدريب 1500 متخصص من موظفي الدولة في التقنية العالية زي أوراكل، مايكروسوفت، سيسكو، الأشياء المهمة، وتدريب 90 موظف حكومي على إدارة المشاريع. والتدريب ليس هو تدريب يعني خلنا نقول يعني يحضر مادة علمية يعني أسبوع أسبوعين، زي مشروع إدارة التدريب مدراء المشاريع مدته 3 شهور وبالتعاون مع الدول المتقدمة في الحكومات الإلكترونية. نرسل الشخص لمدة 2 شهر في برنامج التعامل الحكومية في كوريا كمثال أو في سنغافورة، ويدير مشاريع هناك ويحضر برضه دروس في إدارة المشاريع. والمهم عندنا هو الخبرة وليس الشهادة. احنا كلنا عارفين اليوم هو مدير مشروع، أنا عندي بي ام بي هو كراش كورس ياخذه في أسبوع ويتحفظ الأسئلة ويعدي الاختبار. بس هل هو الهدف هذا؟ الهدف هو الخبرة في إدارة المشاريع. برضو الدولة مشكورة أعطتنا موافقة على مشروع اسمه الـ Future Expert Program، خبراء المستقبل، إنه إن شاء الله بين كل فترة وفترة نحاول نخليها لمدة سنة واحدة إنه نأخذ 100 خريج من الجامعات، 100 خريج من الجامعات يتبناهم برنامج لمدة سنة كاملة تحت وظيفة متدرب براتب مجزي يعني يضاهي راتب الدولة في للمتخرج. من خلاله يقضي 6 شهور في مع الشركة المقدمة أو خلينا نقول الشركة اللي هي متمرسة في علم معين، و3 شهور في البرنامج و3 شهور في جهة حكومية. بعدها يعطى الخيار سواء يشتغل في البرنامج يشتغل جهة حكومية يروح للسوق. إحنا نخرج يعني زي ما جلس 5 سنوات في الجامعة أخذ العلم، نبغى يجلس عندنا سنة يأخذ البراكتس أو الشيء العلمي، بعد كذا نخرج للسوق سواء يشتغل عندنا أو يشتغل في أي محل ثاني. من الأمور الثانية في بناء القدرات والمهارات اللي هو أطلقنا جائزة إنجاز والإنجاز الإلكتروني، كان العام أول سنة لإطلاق الجائزة، والحمد لله حققنا فيها تطور كبير، صار فيه تنافس بين الجهات الحكومية للحصول على هذه الجائزة، خصوصا أن هذه الجائزة برعاية خادم الحرمين الشريفين. هناك برضو مشاريع أو برامج لبناء القدرات لمدراء التنفيذيين في تقنية المعلومات الـ CIO. احنا اليوم متعاونين مع جامعة بوستن الأمريكية لتقديم CIO Workshop مدتها 3 أيام للمدراء تقنية المعلومات في الجهات الحكومية. برضو عندنا برامج لقيادات داخل الجهات الحكومية عامة. مجموعة خدمات يسر، طبعاً تقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني والإداري للجهات الحكومية لتطوير وتحسين خدماتها وقدراتها. من خلال القياس الأول اللي احنا سويناه كان عندنا سؤال مهم جداً اللي هو هل يوجد خطة؟ في القياس الأول تجاوب معانا 119 جهة حكومية، اللي جاوبوا على السؤال بنعم كانوا 14 جهة. لما تجاوب الجهة بنعم نقول أرفق. ال 14 أرفقوا، 12 من ال 14 أرفقوا ورق، اللي أرفق التقرير السنوي، اللي أرفق خطة لتقنية المعلومات. إحنا نبغى خطة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية. كان فقط 2 من 119 جهة اللي فعلاً أرفقوا خطط للتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والخطتين المرفقة كانت منتهية. فأخذ قرار إنه التمويل يستخدم لتمويل استشاري لعمل خطة داخل الجهة. صح، نحن نمول استشاري لتطوير خطة داخل الجهة. في نفس الوقت أخذ قرار إنه إحنا كبرنامج يسر محتاجين إنه إحنا نبني مجموعة لتطوير هذه الخطط للجهات الحكومية داخل يسر. ليش؟ لأنه مش كل جهة عندها القدرة إنها تدير
استشاري لتطوير خطة. وخصوصا احنا اليوم نتكلم الخطة، ما نتكلم على شيء معقد، نتكلم على شيء جدا بسيط. نتكلم على خطة فيها 5 أشياء، فيها رؤية، فيها أهداف، فيها حصر للخدمات، فيها جدول زمني، ومشاريع استطلاعية. يعني ممكن أحد يجينا ويجيب لنا صفحة واحدة ويقول لك والله هذه الخطة حقتي ونقبلها، وفي ناس يجيب لك كرتون ويقول له والله ما هي مقبولة، لأنه في صفحة واحدة يقدر يحط 5 شغلات هذه، لكن في شغلة سادسة موجودة وشغلة جديدة ويمكن أنتوا على دراية فيها، وأنتوا من الناس اللي معنيين في هذا الموضوع، اللي هي تطوير البنية المؤسسية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، Enterprise Architecture Design. لما إحنا نقول Enterprise Architecture Design الناس تروح على طول Architecture Design, Infrastructure Design, Network, شبكة. نحن نتكلم التصميم الفعلي لتطوير الأعمال وتنفيذ الأعمال داخل الجهة. طبعاً اسمه بالعربي البنية المؤسسية، البنية المؤسسية، تصميم البنية المؤسسية. وهذا علم طبعاً هو علم قديم، اللي مطلع على الموضوع هذا يمكن عمره 20 سنة. كان في واحد ياباني اسمه كازمن طلع هذا العلم واشتغل عليه، لكن للأسف الشديد ما انشهر زي ما قبل 5 سنوات. طلع في أشخاص معينين وطلعوا ميثودولوجيا جديدة زي توقف اللي هي المستخدمة الأساسية للبنية المؤسسية للتعاملات الحكومية. طبعاً خدمات مجموعة يسر نقدم خدمة دراسة وتقييم الوضع القائم في الجهات الحكومية اللي هي البري أسسمنت، تطوير الخطة الاستراتيجية للتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية من خلال تطوير البنية المؤسسية للجهات الحكومية اللي هي Enterprise Architecture Design، مراجعة وتدقيق الخدمات والتصاميم الفنية، إعداد مواصفات ووثائق العطاء، تقييم العروض والترسية ومراجعة وتدقيق وثائق العطاء، رفض الجهات الحكومية بالكوادر الفنية والإدارية المؤهلة. زي ما قلنا نعطي مدراء مشاريع، نعطي أشخاص متخصصين في تقنيات معينة، وبرضو نشارك في نقل المعرفة. أعطيكم بس فكرة عن نطاق عمل البنية المؤسسية لأنه مهم. إيش اللي إحنا نسويه بالضبط؟ هي دراسة وتحليل الوضع الحالي لبنية المؤسسة للتعاملات الحكومية من مناظير الأعمال والتطبيقات والبيانات والتقنيات. شفتوا التقنيات آخر شيء. تحليل الوضع المستقبلي لإطار العمل المؤسسي للتعاملات الحكومية من حيث رؤية الأعمال والأهداف. نتكلم بزنس، الحوكمة بزنس، هيكلة الأعمال بزنس، هيكلة التطبيقات برضو بزنس، هيكلة البيانات برضو بزنس، Data Architecture still business. أوكي، هيكلة البنية التحتية لتقنية المعلومات. شوف دينا تكنيكال، يعني كل الموضوع نتكلم فيه بزنس، في الأخير نتكلم على التكنيكاليتي. تحليل الفجوة بين الوضع الحالي والوضع المستقبلي، خارطة الطريق للتحول ومجموعة المبادرات والمشاريع زي ما ذكرنا في البداية. سوينا منهجية مبنية على منهجية توقف سميناها إيلاف. طبعا توقف شيء عالمي وممكن تطبيقه على قطاع خاص قطاع حكومي، فإحنا من خبرتنا عندنا منهجية اسمها إيلاف ومشهورة على الموقع. بس على عجالة، موقع برنامج يسر يعني أخواني تروا مرجع، ومرجع ليس فقط في المملكة، يعني جينا خطابات شكر من دول سواء كان عربية أو أجنبية، شكر على المعلومات اللي احنا نحطها على موقع يسر. نحن نصرف ملايين لتطوير هذه المنهجيات بس ما نحتفظ فيها لنفسنا، نحطها على الموقع بلاش، لأنه احنا هدفنا هو نشر المعرفة، هدفنا نشر المعرفة. فالمنهجية إلاف لقوها موجودة داخل الموقع. المخرجات الرئيسية لمشاريع التحول، وثيقة تأسيس المشروع، حوكمة البنية، تحليل المستوى. أنا بترك لكم النقطة هذه لتقولون ما أبغى أخذ الوقت. هذول العملاء اللي احنا خدمناهم في برنامج يسر من ناحية تقديم الخدمات الاستشارية، عندنا لسه طيبة من العملاء. زي ما ذكرنا القرار السوزة رقم 40 تكلم على ضوابط التعاملات، ضوابط 22 و 23 لقياس التحول. احنا طورنا منهجية للقياس، طورناها داخل برنامج يسر من خبرتنا. الحمد لله نشرت هذه المنهجية في ورقة علمية بهارفارد ستاندرد في جامعة